كابتن جارم اسم كبير جدا في مصر كلها، وطبعا في اسكندريه مخصوصا كابتن جارم تاريخ كبير جدا جدا في نادي الاتحاد، وتاريخ كبير جدا في منتخب مصر. كابتن جارم اقول لك تاريخ عظيم جوه نادي الاتحاد، وفاكهه الكوره بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري، وراجل ادى على مدى يمكن اكتر من 20 سنه في نادي الاتحاد وهو لعيب. كابتن جارم من الناس اللي حببوا اهل اسكندريه في نادي الاتحاد، وحببوا اهل اسكندريه في كره القدم عامه يعني. لكن كابتن جارم يعني لو هقعد اتكلم عليه مش هفي حقه مهما كان، يعني ان انا تاريخ كبير جدا معاه، يمكن بقى لي معاه حوالي اكتر من 35 سنه في النادي، وهو حاليا موجود معايا بقى له 4 سنين في قطاع البراعم، ماسك قطاع البراعم معايا. فكابتن جارم ده حاجه عظيمه جدا، وذكرياته معانا كبيره جدا احنا صغيرين. انا كنت اروح على استاد اسكندريه وانا صغير، كنت لسه طبعا حتى ما كنتش لعبت في نادي الاتحاد وانا صغير، كنت بتفرج على الماتشات في الاستاد واقعد وسط الجمهور واشوف الناس هي بتغني له، واغنيه شهيره جدا طبعا حفظناها واحنا صغيرين، يلا يا جارم صح النايم حط كوره جوه الجون. كابتن جارم معشوق اسكندريه، كابتن جارم تاريخ كبير قوي قوي، من ضمن الجيل العظيم اللي في نادي الاتحاد، الجيل اللي هو يعني عرف مصر كلها قيمه نادي الاتحاد وتاريخ نادي الاتحاد، ومن ضمن الناس اللي حققوا اكتر من 6 بطولات كاس مصر. كابتن جارم بالجيل بتاعه، عشان نقعد نتكلم على كابتن جارم والجيل بتاعه ده محتاج يعني حلقات كبيره جدا جدا يعني. وهو طبعا لكن انا بقى في شكر خاص طبعا للبرنامج كابتن مصطفى عبده، وكون النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبده بييجوا يعني يعملوا حلقه مع كابتن جارم، دي حاجه تشرفنا جدا، وبتنم على ان النادي الاهلي قد ايه بيقدر نادي الاتحاد وبيحب جمهور نادي الاتحاد وبيحب نجوم نادي الاتحاد. فانا برضو بشكر اداره البرنامج وبشكر كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبده انهم يعملوا حلقه خاصه عن كابتن جارم، دي حاجه تشرفنا وحاجه طبعا تسعدنا كلنا كاسكندرانيه يعني. لكن كابتن جارم زي ما بقول لحضرتك تاريخ كبير قوي، انا بقالي معاه اكتر من 35 سنه، وهو حاليا معايا بقى 4 سنين في قطاع البراعم. عايز اقول لك عشنا مع بعض سنين طويله، سواء حتى لما كان بيدربنا احنا الفريق الاول، قعد فتره معانا الفريق الاول كابتن جارم. لكن كابتن جارم هو بقاله سنين هو حابب بيحب جدا جدا صناعه النجوم وهو صغيرين، فحب قطاع البراعم. كابتن جارم اتعرض عليه كتير جدا جدا يطلع فريق اول، واتعرض عليه يمسك مناصب كبيره جدا جوه النادي، هو بيحب الجزئيه دي، وراجل يعني عشقه نادي الاتحاد، ما بيهموش يشتغل في اي مكان، لكن هو بيحب الاتحاد جدا. فهو حاليا معايا في قطاع البراعم، وعامل معايا يعني قطاع محترم جدا جدا يعني، نفسنا الناس كتير تتفرج على قطاع البراعم عندنا في اسكندريه. بقى لنا 4 سنين واخدين كل بطولات اسكندريه قطاع البراعم بالكامل. فطبعا الكابتن جارم يعني عشان اقعد احكي تاريخه جوه النادي، لا مصر كلها عارفه مين الكابتن جارم وتاريخ الكابتن جارم يعني.